السلام عليكم الاخوان والاخوات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الحلقه ديالنا ديال اليوم غادي نتعرفوا على واحد السياره هاد السياره هادي طلبوها مني بزاف ديال الناس السياره اللي غنهضروا عليها اليوم هي من نوع ديال كات كات او المعروفه تويوتا راف فور او راف ربعة هاد السياره هادي الكود ديالها اكس اي 20 او اكس ا 20 غنهضروا على التاريخ ديال الانتاج ديالها على الفيس ليفت ديالها او التحديث ديالها والى اخره هاد السياره غنهضروا على العيوب ديالها المميزات ديالها المحركات اللي كيخرجوا بها اشنو هو الموديل اللي صالح ليا واشنو هو الموديل اللي مبعد عليه الميكانيك ديالها الاعطاب ديالها كل شيء ديالها فلهذا بقاو معنا في هذا الفيديو هذا وبارطاجيو المعلومه مع الناس اللي ما عارفينش وتبعوا الفيديو حتى الاخر كنجيو دابا نتعرفوا على تاريخ الصنع ديال هاد تويوتا اكس اي 20 شنو كتعني بعدا الاكس اي 20 الاكس اي 20 دائما ديك 20 او 10 او 30 او 40 او 50 هذا كيعني كي الجيل ديالها الاول او الجيل الثاني او الجيل الثالث او الرابع والى اخره تاريخ الصنع ديال هاد تويوتا اكس اي 20 بدا في 2000 في الاواخر ديال 2000ات واستمر حتى ل 2006 دابا نتعرفوا على الاصدارات اللي خرجت بهم هاد تويوتا الاكس اي 20 الاصدار ديالها الاول او الفيرفاس ديالها الاول بدا في 2001 واستمر حتى ل 2003 اما الفيسليفت ديالها الثاني بدا في 2003 واستمر حتى ل 2006 اما الهيكل ديال هاد السياره كيتعتبر اس يو في يعني سياره رباعيه الدفع اما الاماكن اللي كانت كتمنطى فيهم هاد تويوتا اكس اي 20 تمنطات في عده دول منهم الصين ومنهم الجابون ومنهم كندا ومنهم امريكا والى اخره وكاين دول اخرى واللائحه طويله جدا اجيو دابا نتعرفوا على الهياكل اللي خرجت بهم هاد تويوتا اكس اي 20 الهيكل ديالها الاول خرجات بخمسه ديال الابواب اربعه ديال الابواب نتاع الركاب والباب اللي كيكون في المالا اما الهيكل ديالها التاني خرجات بثلاثه ديال الابواب يعني جوج ابواب ديال الركاب والباب ديال المالا اجيو دابا نتعرفوا على الحطه ديال المحرك في قلب الكابو ديالها تويوتا اكس اي 20 الحطه ديال المحرك خرجات بعده محركات كاين المحرك اللي تحط بالطول يعني ان لاين وكاين المحرك اللي تحط بالعرض يعني كاين الفيرتيكال وكاين الهوريزونتال اجيو دابا نتعرفوا على النظام ديال الدفع اللي خرجت به تويوتا اكس اي 20 خرجت بالانظمه ديال الدفع اللي هي متعدده خرجات بالدفع الرباعي يعني دفع رباعي كلي خرجات بالنظام ديال الدفع اللي هو خلفي فقط وخرجت بالنظام ديال الدفع اللي هو امامي او جر امامي فقط اجيو دابا على العلبات ديال السرعات اللي خرجت بهم هاد xa اكس اي 20 العلبات ديال السرعات اللي خرجت بهم هاد السيارة هما جوج علبات فقط خرجت بالعلبة اوتوماتيكية فيها اربعة ديال الغيارات وخرجت بالعلبة ديال السرعة اللي هي يدوية او مانيال فيها خمسة ديال السرعات العلبة الاوتوماتيكية اللي خرجت بها فهي بالسيستم ديال سي في تي اجيو دابا على النظام ديال الفرامل والنظام ديال السِسْبِنْشِن اللي هو جهاز التعليق فهاد السيارة اكس اي عشرين تويوتا النظام ديال الفرامل ديالها الامامي فهو ديال الديسك والنظام ديال الفرامل الخلفي فهو ديال الديسك وفيه طنبور في نفس الوقت اما الجهاز ديال التعليق ديالها هاد اكس اي 20 خرجت بعده انظمه ديال الجهاز ديال التعليق الانظمه ديال التعليق اللي خرجت بهم هاد السياره فهما عديده بزاف على حساب النظام ديال الدفع ديالها السياره اللي كتجرب القدام النظام ديال التعليق ديالها الامامي فهو مستقل كل رويضة على حدة ولكن النظام ديالها ديال التعليق الخلفي فهو مشترك أما السيارة اللي خارجة فور ويل درايف يعني كدفع بربعة ديال العجلات يعني كات, كات هذه فيها النظام ديال التعليق الأمامي منفصل والنظام ديال التعليق الخلفي منفصل أجيو دابا نتعرفوا على النظام ديال حقن الوقود في هذه السيارة تويوتا إكس أي في النظام ديال الديزل والنظام ديال البنزين النظام ديال الحقن ديال الوقود في السيارات ديال الديزل خرجات بالحقن المباشر بالضغط العالي اما في السيارات ديال البنزين خرجات بالنظام ديال الحقن الغير المباشر وقليل فين تلقاها بالنظام ديال الجي دي اي الكلمه ديال الجي دي اي كتعني غازولين دايركت انجكشن يعني الحقن المباشر وكاين النظام ديال الام بي اي الام بي اي يعني حقن غير مباشر اجيو دابا نتعرفو على المحركات اللي خرجت بهم هاد تويوتا اكس اي عشرين المحركات ديال البنزين المحرك الاول السعة ديالو واحد فاصلة تمنية لتر الكود ديال المحرك واحد زد زد اف اه ربعة سلندر ان لاين هاد المحرك هذا فيه ستاش ديال لي فالف يعني في ستاش المحرك الثاني السعة ديالو جوج لتر الكود ديال المحرك واحد ا زد اف اه ربعة سلندر ان لاين 16 ديال لي المحرك الثالث السعه ديالو جوج لتر الكود ديال المحرك جوج ا زد اف او 4 سلندر ان لاين في 16 هاد المحركات هادو ثلاثة هما اللي خداو واحد الشهرة كبيرة بزاف وخرجوا في بزاف ديال الهياكل وهاد المحركات هادو ديال ليسانس معروفين بالفي في تي اي اجيو دابا للمحركات دياول ديزيل المحرك الاول السعة ديالو جوج لتر الكود ديال المحرك واحد سي دي اف تي في 4 سلندر ان لاين هاد المحرك هذا خارج بالتيربو المحرك الثاني السعة ديالو جوج لتر الكود ديال المحرك دي 4 دي هاد المحرك هذا فيه 116 الخيل وكاين اللي فيه كتر من هاد العدد ديال الاحصنة للتذكير هاد المحرك هذا اللي الكود ديالو دي 4 دي احسن محرك عند الشركة ديال تويوتا في الديزل هذا المحرك هذا خرج بزاف ديال السيارات ديال تويوتا اجيو دابا نتعرفوا على الاستهلاك ديال الوقود في هذه السيارة تويوتا اكس اي 20 اولا نتعرفوا على السعة ديال خزان الوقود ديالها السعة ديال خزان الوقود في هذه السيارة سواء ديال الديزل او ديال البنزين هو 57 لتر وقبل ما نتعرفوا على الاستهلاك ديال الوقود ديال هذه السيارة هذه اجيو اولا تعرفوا على المقاسات ديال التاير وديال الريمز ديالها اللي هما العجلات والبناوات المقاسات ديال العجلات ديالها تويوتا اكس اي 20 خرجات بجوج ديال يعني الارقام كاين الرقم ديال 16 والعرض ديال البنو هو 215 والعلو ديالو 70 وكاينه اللي خرجات بالعجله الرقم 16 والعرض ديال البنو 235 والارتفاع ديالو 60 اجيو دابا نتعرفوا على الاستهلاك ديال الوقود في هذه السياره اي اكس اي 20 الاستهلاك ديال الوقود في هذه السياره كيتغير من محرك الى اخر وعلى حساب النظام ديال الدفع او الجر اللي كاين في هذه السياره وكاين المحرك اللي تحط على شكل عرضي كيدفع باللور وكيجر بالقدام يعني كات كات يعني فور ويل درايف وكاين المحرك اللي تحط على شكل عرضي وكاين المحرك اللي تحط على شكل فهذا قليل فين غادي تطيح فيه اغلبيه اللي موجوده عندنا حنايا هنا في المغرب كتلقاها كتجر بالقدام او كتدفع بربعه ديال العجلات وهنايا الاخوان والاخوات فتحوا معايا وديكم مزيان باش تعرفوا الكونسوماسيون اللي غادي نهضروا عليها بالنسبه لها اللي كتجبد بالقدام فهي اقتصاديه الاستهلاك ديالها في البنزين كتستهلك في قلب المدينه 9 حتى 10% وخارج المدينه كتستهلك 7% أما اللي كتكون فور ويل درايف أو كتجبد بربعة ديال العجلات في ليسانس فهادي غادي تكون ليك خسارة كبيرة وموفيز أفير وما نصحكش أنك تشريها الاستهلاك ديال الوقود ديالها أو ديال ليسانس في قلب المدينة كيوصل حتى 14% أما خارج المدينة كتوصل حتى 9% أما اللي كتدفع بالعجلات الخلفية أو كتدفع باللور في ليسانس الاستهلاك ديال الوقود ديالها في قلب المدينة كيتراوح تسعود حتى العشرة في المية أما الاستهلاك ديالها خارج المدينة كيوصل من سبعة في المية حتى ثمانية في المية أما ديال الديزيل الاستهلاك ديال الوقود ديالها في ثلاثة ديال الطرازات سواء كتجرب القدام أو كتدفع باللور أو كتدفع بربعة ديال العجلات هذه الاستهلاك ديال الوقود ديالها في قلب المدينة كتكونسومي 8% في المية وخارج المدينة كتوصل حتى الخمسة ونص في المية سبعة في 6.7% ولكن ما يغركومش هذا الاستهلاك هذا اللي هضرنا عليه دابا خليكم حتى تشوفوا الفيديو كامل وتسمعوا مزيان شنو غادي نقول لكم عاد غتعرفوا اش من اصدار اللي غادي تقتنيوه واللي غادي يكون يعني اقتصادي للجيب ديالكم اجيو دابا نتعرفوا على العماره اللي جات بها هاد السياره تويوتا اكس اي 20 العماره ديالها على حسب البلاد اللي جات منه كاين اللي خرجات بالابي اس وكاين اللي خرجات بدون ABS. وكاينه اللي خارجه بالنظام ديال التراكشن كنترول وكاينه اللي خارجه بلا النظام ديال التراكشن كنترول اجي دابا نهضروا على العماره الداخليه العماره الداخليه ديال السياره جايين فيها جوج ديال الارباك واحد في اليمين وواحد في اليسار السراجم ديال هاد السياره او النوافذ ديال هاد السياره فبربعه ديال الكتريك وعندهم التحكم الالكتروني عند السائق هاد السياره جايه بالنظام ديال الكروز كنترول او مثبت السرعه سواء في المانيال سواء في الاوتوماتيك اما العماره الاخرى كاين اللي جايه بالسقف بانوراميك وكاين اللي جايه بدون سقف اما المرايات ديالها او الروتروفيزورات ديالها كاينين اللي جاو كيتطواو بالضو وكاين اللي جاو كيتطواو باليد فقط يعني ميكانيك اما النظام ديال الكليماتيزور كاين اللي خرجات بالكليماتيزور الكترونيك بالزون وكاين اللي خرجات بكليماتيزور ميكانيك عاديه اما الجهاز ديال التسخين فيها الجهاز ديال التسخين في البرد سواء اللي فيها العمارة فول اوبشن سواء اللي فيها نص عمارة اما الاضواء ديال السيارة ما خارجاش بالكزينو سواء في الفيسليفت الاول او في الفيسليفت ديالها الاخير اما العجلات ديالها خرجوا فيها جوج ديال الانواع على حساب العمارة ديالها كاين اللي خرجات بالعجلات كيكونوا عراض سبور يعني الا جات فول اوبشن اما الا جات نص عمارة كيخرجوا العجلات ديالها ديال 16 ولكن رقاق ماشي عراض اجيو دابا نتعرفوا على العيوب والمميزات والمشاكل اللي كاين في هاد تويوتا اكس اي 20 العيوب اللي فيها العيب الاول هو في العلبة ديال السرعات وياك ثم اوياك تمشي تشري هاد السياره في العلبة ديال السرعه او الجير بوكس اللي كيكون اوتوماتيكي حيت كيف ما معروف السيارات الاسيويه او اليابانيه او السيارات الفرنسيه او السيارات الامريكيه اللي كيخرجوا بالعلبات ديال السرعه اللي كيكون النظام ديالهم سي هاد السيارات او هاد العلبات ديال السرعه غير بعيدوا منهم وما تقتنيوهمش اقتنيوها بالعلبه ديال السرعه اللي كتكون مانيال اما العيب ديالها الثاني هو النظام ديال الدفع النظام ديال الدفع كتحس به انه ضعيف خصوصا اللي بالنظام ديال الدفع الرباعي واللي كتكون بالمحرك اللي كيكون السعه ديالو صغير ومع الثقل والديناميكيه ديال الريح كتحس ان هاد السياره الدعسه ديالها غير متجاوبه مع الدفع ديالها او مع المحرك اللي في هذه السياره اما العيب الثالث هو الصوت ديال المحرك دائما يكون مرتفع والسبب هو العزل ديال الشاصي كيكون ضعيف وحاجه اخرى اللي ما كيردوش الناس البال هو شحال ما كان المحرك ديال هذه السياره صغير والشاصي ثقيل وزدتي عليه الثقل والديناميكيه ديال الريح يعني المواجهه ديال الريح الصوت ديال هذا المحرك كيولي انه يرتفع اما العيب الرابع اللي كاين في تويوتا اكس اي 20 وهاد السياره خارجه بدون ديفلوك شنو هو الديفلوك النظام ديال الديفلوك فيه بزاف ديال الانواع كاين النوع اللي كيكون بالضوء كاين النوع اللي كيكون مانيال غتلقى واحد الزر كيشبك او كيخلي العجلات يعني كيفرق العجلات ديال اللور على ديال القدام تقدر تخلي هاد السياره تمشى بربعه العجلات او تجرب القدام او تدفع باللور اما اللي كتكون عندها العصايه فهو نفس السيستم ديال الالكترونيك يعني كتشبك العجلات ديال الخلف مع ديال القدام او ديال القدام مع ديال الخلف اما المشكل الخامس اللي كيكون في هذه السياره هو بعض المحركات كيكونوا معقدين بزاف وسيرتو هذوك المحركات اللي كيكونوا جايبين البياس خارج من المصنع او الشركه فين تم التجميع ديال هذاك المحرك في اليابان اجيو دابا نتعرفوا على المشاكل اللي كيكونوا في هذه السياره تويوتا اكس اي 20 المشكل المعروف به الاول هو الاستهلاك ديال الزيت وهذا الاستهلاك ديال الزيت كيجي كي من الانسان لان هذه السياره الزيت ديالها هو 5 دبل في 40 5 دبل في 30 والسائق اللي كيقتني هذه السياره ما كيكونش عارف اش من زيت اللي غادي يديرو اين فوا كتحط ليها زيت غير متجاوب مع المحرك كتولي هذه السياره تستهلك ليك والمشكلة والمشكل الثاني هو الارتفاع ديال درجه الحراره ديال هذا المحرك وسيرتو المحركات اللي كيكونوا صغيره يعني هذه السياره الا بغيتي تقتنيها خذها في المحرك اللي كتكون السعه ديالو كبيره المشكل الثالث هو الاستهلاك ديال الوقود بسبب صغار المحرك شحال ما كان المحرك صغير والشاصي كبير والثقل والديناميكيه ديال الريح كيولي هذا المحرك انه كيكونسومي بزاف ديال الوقود المشكل الرابع فيها عيب في النظام ديال التعليق لهذا خصك ملي تبغي تشري هاد السياره تعرف اش من سياره اللي غادي تشريها حيت فيها ثلاثه ديال الانواع كاين اللي للبلدان الكادحه وكاين الموجهه لاوروبا وكاين الموجهه للبلد الامريكي كتمونطا في كندا وكاين الحبات اللي كيكونوا بالدوموند او كيتمونطاو بالدوموند في امريكا فلهذا فاش تبغي تقتني هاد السياره اقتنيها تكون ديوانه حسن ليك العيب الخامس المشكل الخامس اللي كاين في هاد تويوتا اكس اي 20 هو هاد السياره مهما كانت اي او كانت كتعتبر كات كات ولكن غير صالحه للرمل وغير صالحه للجبال والوديان والوحل علاش حيت هاد السياره غادي تغرز والنظام ديال الدفع اللي فيها بحال النظام ديال الدفع ديال الاكس درايف يعني هاد السياره إلى وحلت لك في الرمل او وحلت لك في الغيوصات او وحلت لك في شي واد ما عليك غير تعيط على شي تراكتور او شي كاميون اللي غادي يجي باش يجبدك ويفك يعني هاد السياره مخصصه للقودرون والماء والثلج اما المشكل الخامس هو البنيه ديال الهيكل ديال هاد السياره تويوتا اكس اي 20 كيف ما قلت لكم قبيله الى عقلتو هاد السياره موجهه لعده بلدان البلدان الكادحه الفقيره اللي ما عندهمش الفلوس غير باغيين يركبوا فقط ما كيهمهمش السيفتي او الامان السياره اللي كتكون موجهه للبلد الكادح غير كتمشى بها وتضرب بها الفيراج كتولي تحس بالسياره بحال الا باغي ترميك او تغطغط في الشاصي ديالها وهذا كيدل على ان البنيه ديال الشاصي ضعيفه بزاف فلهذا السيارات اللي كيكونوا ديال برا او موجهين لاوروبا وداخلين البلدان الكادحه هذوك هما اللي تقتنيهم كيكونوا مزيانين والشاصي ديالهم يعني كونفور اما المشكل الثامن اللي كاين في هذه السياره مهما كان الشاصي ديالها كبير كتحس بالسياره انها صغيره سيرتو في المالا ديالها المالا ديالها صغيره ملي كتبغي تحط بزاف ديال الربوج اللي كيكون ديالك معاك معا يعني معاك في الصفر خاصك ديرو فوق السقف او تهبط الكوسانات ديال اللور باش تحط هذاك الربوج كامل وهنايا الركاب غتحطهم في وسط الكابو او فوق الكابو وتسوق السيارة ديالك أجيو دابا نتعرفوا على المميزات ديال هاد السيارة الميزة الأولى هو أنها سيارة مهما كانت كات كات فهي سهلة السياقة والميزة ديالها الثانية هما المحركات اللي فيها كلهم اقتصاديين المحركات الكبار علاش ايش كان هدر المحركات اللي السيعة ديالهم من 1.8 لتر حتى الجوج لتر هادو محركات في الديزل اقتصاديين وسيرتو هذاك المحرك اللي كيكون دي فورد دي والميزه ديالها الاخرى هو أنها هذه السياره موجهه للشعب اللي كيكون فقير حتى هو يركب في كات, كات. وصراحه تويوتا سباقه في النظام ديال الاي في ملي كتركب في هذه السياره كتحس براسك انك راكب في سياره ديال دفع رباعي اجيو دابا نتعرفوا هذه السياره اين هي اللي صالحه ليا واش ديال جوج بيبان او ديال ربعه ديال البيبان واش من محركات اللي نزعم عليهم نشريهم واش في ليسانس او في الديزل اللي خاصك تعرفه يا اخي العزيز ان هاد السياره ديال جوج بيبان فهي موفيز افير وما نبغيهاش ليك باش ما تبقاش واحده فيك وهي اصلا البيع ديالها ثقيل والثمن ديالها في السوق طايح ماشي غالي بزاف الا إيه كنتي غتقتنيها خودها بربعه ديال الابواب يعني كات كات كتكون كبيره ربعه ديال الابواب للركاب والباب ديال المالا هو خمسه ديال الابواب اما شنو هي السياره اللي غتصلح لي واش في الديزل او في البنزين السياره اللي غتصلح لك ديال النظام ديال الدفع الرباعي فهاد التويوتا هي السياره ديال الديزل لان السياره ديال البنزين موفيز افير وما غاديش تصلح لك ابدا اش من محركات اللي يصلحوا لك في هذه السياره ديال تويوتا اكس اي 20 في الديزل احسن محركات في الديزل هو المحرك ديال دي فور دي يعني هذا لامبان ديالو باين والاصلاح ديالو سهل والبياس ديالو موجود اشنو هما احسن محركات في ليسانس المحركات ديال ليسانس هما ديال الفي في تي اي اللي كيكون فيهم في 16 يعني 4 سلندر ان لاين فيهم 16 ديال لي فالف اجيو دابا نتعرفوا على الميكانيك ديال هاد السياره واش معقد او سهل الميكانيك ديال هاد السياره فهو ما نقولو سهل ما نقولو معقد سيرتو السيارات ديال اليابان المحركات ديالها فقرابين بزاف للمحركات ديال السيارات الالمانيه اجيو دابا نتعرفوا على البياس ديال هاد السياره واش موجود او مفقود بالنسبه للبياس ديال المحركات فهو موجود وضاربه به الشتاء سيرتو المحركات ديال الديزل ديال دي فور دي والمحركات ديال البنزين اللي هما ديال الفي في تي اي المحركات البياس ديالهم موجود اجو دابا نتعرفوا على البياس ديال الكاروسري واش موجود او مفقود البياس ديال الكاروسري ديال هاد السياره اللي مفقود وبكثره وما غاديش تلقاه وخصك دوموند باش تجيبو و الا جبتيه غتلقاه غالي هو ديال جوج بيبان السياره ديال هاد تويوتا اكس اي 20 في جوج ديال البيبان ما تصلحش ليكم يعني موفيز افير اما السياره الطويله ديال خمسه ديال البيبان فهادي البياس ديالها موجود والبياس ديال الكاروسري موجود تقدر تلقاه في لافيراي وتقدر تلقاه في الجديد اما الميكانيك ديال هاد السياره واش غالي واش رخيص فالميكانيك ديالها في المتناول شنو هي الحاجه اللي خاصك ترد ليها البال اول حاجه ترد ليها البال هو فاش تبغي تشري هاد السياره خص ما يكونش فيها الدخان كحل وما يكونش فيها الدخان ابيض وما يكونش فيها الدخان زرق وما يكونش فيها الدخان اللي هو بحال اللون ديال الثلج وهاد السياره ما خصهاش تكون كديراطي وملي تبغي دير امارش ما خصكش تكسيري ان فوا دور الكونتاكت الطونوبيلا دير امارش بلاكسيراتور وهاد السياره قبل ما تشريها ملي دير امارش المحرك ما خصكش تسمع شي طقطقه في المحرك او شي صوت ما هواش او السياره كتكسيري بوحديتها او تسمع شي تكتكه في الراس ديال المحرك اجو دابا نتعرفوا على الشاصي ديال هاد السياره واش صبار او لا الشاصي ديال هاد السياره فهو بلاندي سيرتو اللي كيكون ديال الدول الاوروبيه يعني السياره اللي كتكون ديوانه اجو دابا نتعرفوا على هاد السياره واش نقدر نضرب بها طريق طويل او لا نعم هاد السياره هادي تدارت للطريق وتدارت للتضاريس او كيف ما كنقولوا دوك الطرقان اللي كيكونوا يعني غير مسفلته يعني ماشي الطرقان ديال الرمل وماشي الطرقان اللي كيكونوا فيهم المستنقعات ديال الغيص تدخل بها في شي مستنقع او توحل يعني سياره تقدر تمشى بها في الغيس اللي كيكون خفيف طرقان اللي كيكونوا ما فيهمش الرمل بزاف يعني سياره بمعنى الكلمه تسافر بها من طنجه حتى للكويره وترجع بها من الكويره حتى لطنجة وعلاش لا تدخل حتى وده ودابا غنقول لكم الله يعاونكم يعني بارطاجوا معلومه مع الناس اللي ما عارفينش وصلنا للنهاية ديال الفيديو